ولينا خايفين خوف لا أراك الله مكروه. بالحق يعني عيشة مش عيشة حتى ترى. خرجت لنا صورات الكل، خرج لنا السيد المعتمد، خرج لنا برشا من قبل الثورة، تو 50 سنة واحنا نعانوا، ما شفنا حد شيء، المنطقة هذه ما شفت حد شيء. ظلم كبير، ما نعرفوش احنا عايشين، يا توينسة، تزيرية، ما نعرفش عارفين، ما نعرفش تابعين إرهاب، تابعين الدولة، ما نعرفش شنو هو بالضبط. بالحق حالات مزري، رانا حاسين نحن بالشيء اللي قاعد يصير في الجبل، حاسين بالعباد اللي قاعدة تموت. لكن الله غالب ما لقينا كيفاش، نحن عايشين، نحن موتة تو. نحن موتة بالحياة، فهمت؟ موتة أصل بالحياة. ما نعرفش كيفاش ما وقتاش باش يخموا فينا، وقتاش باش يوصلونا ضوء العباد، وقتاش باش يحسوا بينا. ما نعرفش شكون باش 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 يشوفنا نحن شكون. رانا عباد، رانا ناس مسلمين، رانا ناس توانسة. حسوا بينا شوية يا بشرية. بالحق راه الواحد باش ينطق من جنيبه، والله العظيم حالات مزرية أصل، حالات كبيرة ياس. من وقت بركيبة ما شفنا شيء وما رينا شيء. التو في الصعمار في راس الثورة ذي ما شفنا شيء. في الهنا في الهنا لا ماء لا كياس لا ضو. التو هاتي الجازة، جيبي لي جازة نكزير على جازة في الجبل الله غالب. عايشين كل حيوان ما نفهموا حتى شيء. التو من بورقيبة ما نفهم حتى شيء. شاي خوي في الهانة في الهانة هاي الجازة هاي الجازة يا جيب لي الدبوزة الدبوزة هذه والله إلا طلبها طلبتها من قصريا. الدبوزة هذه طلبتها من قصريا. أنا نمشي نركب الكهرباء ب40 ونصد ب40 ليه؟ ربي سبحانه وتعالى ما تحلوش عيننا منكم. ما أنا دولة، دولة تونس الحنانة عاشنا قبل شوي وشوي دار علينا الأيام، الأيام دارت ما نفهم حد شيء. بالنسبة لحكاية الإرهاب توا نحن هي عند حكاية عام ونص ومش قلت الإرهاب ونحن نسكن في قلب الشعام ياك تشوف لنا يعني نسكن في المنطقة دي في راس الثور عام ونص ما شفنا حد شيء راه ما شفنا حد شيء. يا اخي ديجا نحن هنا كينا نسكن ما نشوفوش شكون ما نشوفوش عباد تتعدى ما نشوفوش ناس تخرج من ماكله ما فما حد شيء راه ما شفنا. نحن قاعدين كنا نسمعوا كان نهار ناس ماتت الجيش مات فهمت حاجات كي من هكا ما شفنا حد شيء. منين جي الارهاب الله اعلم كيفاش منطقه عسكريه يدخلها جيش يدخلها الارهاب استغفر الله العظيم. ما نعرفش كيف من هناك الله ديجا هو ما فماش جبل توا وملغم بالجيش. نحن نتفرجوا ليهم كل ليله عوافي كل شيء لكن ما شفنا شيء ما نشوفوش. نحن ما يتعدوش علينا من هنا كيما قلت لك نحن رانا في قلب جبل هكذا تطلع وتشوف داير بينا جبل على الكتفاس جبل الشعامبي بيت كان الضو يوكل والكرتوش يوكل في جبل في التلفزه في التله البارح برحت لولا يضربوا هنا قالوا مات ياسر باش ندروا نحن رابيني يا يوم عبي جبل هي اللي كيفاش وكيفاش كيفاش هذا يا غريب ريب معاه في جبل الشعبي التلفزة التلفزة والتلة والخيمة والجوال كله معبي كان البيت كان الكرتوش يوكل. بالنسبة لنا نحن ولاية القصرين راهو علاش سيطر علينا الإرهاب؟ خاطر ولاية مهمشة ولاية 50 سنة ما شافت شيء. ناس جويعة ناس تقعد بالجمعة كاملة ما تاكلش. ناس ما كتبيش ياك كي تجي انت وتعطيه فلوس ناس تخلص بالدولار باليورو بالطبيعة باش يمشي معاك للجبل باش دخل له هالمشكلة هذيك في راسه اللي راك عايش في الذل انت وما شفت شيء من هالدول. لازمك تخرج اخرج جهد في سبيل الله زعما واو الفلوس وحاجات كي من هكا يخرج بالطبيعة. هو انسان عايش الفقر عايش الجوع عايش كل شيء ميزيريا الزرقاء شايفها لازمه يخرج. هذاك علاش نحن قصرين قعدنا نعانيو في الارهاب وقعد علاه ما تمشيش بالولايات الاخرى علاش تمشيش للسواحل الارهاب هذه خاطر نحن ناس جويعه ما عندناش ما ناكلوا ناس متهمشين ناس في عهد بورقيبه ما شفنا شيء في عهد بن علي ما شفنا شيء. جيت الثوره قلنا تحسن الامور ما فما شيء اليوم 3 سنين كيفاش تحب الناس ما تخرجش للجبل. لكن احنا صحيح خويا ماناش منهم نحن الناس هذول ما باللي باش يغرمونا ما نطلعوش للجبل. شكون باش تحارب انت تحارب الجيش التونسي هذاك تونسي خوك انت خوك ما نعرفش شكون الناس اللي جات في سبيل الله كيفاش يقتل تونسي ليه الله اعلم كيفاش الجهاد هذا ما فهمنيش. اما المهم الحاجه الكبيره اللي اثرت على القصرنيه راهو التهميش وقله الفلوس وناس الجوع. انت كي تعطيه الفلوس راهو باش يمشي معاك لوين تحب انت.
خاصة واحد في عمره 16 و 18 سنة كيما نتاع اللي مات ولامس هذاك في القضية في المشكلة هذه، راهو يمشي معاك وين تحب أنت، أعطيه الفلوس يمشي معاك وين تحب أنت. ناس جواعة جواعة، تهميش كبير. أخي ما نتقبل لا الضوء لا ماء، كيفاش تحب؟ تو ناس سبحان الله، أنا ما نعملهاش الحاجات هذه. ولكن نشوف حالات موتة كيف كيك بالحق والله العظيم الواحد قلبه يعلم به كان ربي. لكن سبحان الله تو كي يجيك يقول لك هاي فلوس ومدري شنو ومدري شنو، تمشي معاه أنت وين يحب هو تمشي معاه. لكن الجهاد هذا ما انا حاجه واحد نحب نقول، الجهاد هذا راهو اللي يحب الجهاد راهو يمشي لاسرائيل يجي شوف غزه وش ساير فيه، يمشي جهاد في اسرائيل ويعمل حل على روح ناس قاعدين يقتلوا يتموا في عيالات ويعملوا في ماساه في الشعب التونسي، حالات كبيره برشا وان شاء الله ربي يصبرنا. وكهو سكر الباب سكر الباب، واش عملنا لكم يا ولادي؟ رانا هنا في الدوله، انا مت ضعنا 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 ضعنا، يا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله قرن الشهد، ولكذنا عنا دولة تزن تقلنا تعطينا الضوء وتعطينا الماء وتعطينا، أنتم دوروا بين الدولة الراحوا رسونا في الليل وفي النهار، نحن عايشين بالسليخ وعايشين بالبلوط وعايشين بالزقوقي، هذا كل عايشين بيه. عندي بنوي خايف اللي بيت خايفين اللي بنسكر عليهم الدار ونهرب، هاك تشوف ان عندي راجل كبير وليد عمي كان والبنوي خايفين في حاله في راس الجبل في جبل الشعب، خايفين وليد عمي ما صبنا كيفاش نعملوا الارواح موت اصل اللي يضربوا نحن نرقد نسكروا على ارواحنا، هاك تشوف لين كبير خايفوا من الرهيب، هل ما خافوش منهم الرهيب خايفوا منهم، خايفين في الليل يدهموا علينا ونحن على الظلمه، هاك تشوف ان على الظلمه كيفاش حتى الواحد اللي يدهم عليها تقول مطنين تقول رهيبي تا يبتن حتى ولا يبتن، هاك تشوف لي انا ولد عمي كيفاش واش نعملوا الارواح، ويجيبوا له في الماكل ويجيبوا له في الماء ويجيبوا له في الحاجات ويجيبوا له، فاش يعيش في الجبل هنا تحت الشجره؟ ما يعيش تحت الشجره، ها شوفكم انتم وين يعيش؟ انتم من متكلفين على اللي همكم الامر وين يعيش؟ لا راني مواطني هنا لبرا، كان شفت حاجه نبلغ عليها ما شفتش من مع واش نبلغ، تنكذب انا كيما تو نلقيك انت نجي نقول واو لقيت رهيبي في جبل نقولش، لا راهو الا اللي كان طبعت فيه بالضبط نلقيه اما في دموس ولا في بحث البلايص ولا جا عاقب ماشي ظهره شيق الجبل ماشي الجزائر ولا ماشي البحث البلايص، النجم نبلغ عليه اين حاكم قريب نقول له يا ولدي راهو الامر فيه وفيه وفيه، اكثر من هذا ما نجمو حتى نحن الارياف البرا هنا عايشين بالهين وبالدمار وبالمزيري. أنا عايش هنا في قلب جبل الشعب، يعني حتى كان إنسان لا قدر الله يجي إرهاب في الليل وفي النهار يعني ما نجمش يعمل حتى شيء. شي نجم ما عندوش ما يمشي يجيب له، ما يمشي يكلم الحاكم. منعزلة منطقة منعزلة كل شيء. لا طريق لا حتى شيء، تنجم تعمل بيت حتى في الدار ما تنجم تعمل له حتى شيء. عباد يعني بسلاح وواحد كيفاش باش يقاوم مواطن ما عندوش حتى شيء. يامس تتصور يامس تلقاه اقسم بالله على العظيم ما مقيله تحت الدار، الكلب ينبح وانا نقعد تحت الدار خفت، تو حتى واحد مثلا حتى جاري باش يجيني في الليل نخاف منه، علي علاش؟ لاني عظلام ما نعرفوش نعرفوش ما نعرفوش ارهابي ما نعرفوش جاري ما نعرفوش ولد عمي جيني ما ندريش عليه، ونحن تو عنا عام ونص ما شفناش لا شفنا ارهابي لا شفنا خاف، خايفينك عايشينك يا قلت كامس اقسم بالله المام قايله تحت الدار قايله تحت دار الكلب ينبح وانا نطلع لبرا ونقول له يدهم علي، عندي بناويتي ما عادوش رقود وحدا في بيت ولا اللي يضرب ونحن نرقدوا عيله واحد مع بعضان وما شفناش حتى شيء، خايفينك خايفين حتى من بعضان، حتى لو كان واحد يعقب مع الطريق نقول هذا الهيبي جانا يقتلنا، وهو راه حتى كان شتا ولد عمنا ولا خونا ولا شيء، خاطر ما عندناش باش ننظروا على الظلام نتلمسوا على الظلمه، دار حدلوا لهم ويضربوا غادي ونحن طاسين فوق الديار حتى العنب حتى التلفون الواحد ذوقس ما عنديش، حتى الواحد تجي يهبط على السلوم خيف لا يطيح، حمية عمي ما فهمناش الروح ما شفناش حتى فرح، ذرينا تقرع للشمع يا ساعة عسى اقسم بالله اللي ما ظل يشعلوا في التليفونات باش يتبعوا في الدروس متاعتها، وفي الشتاء يهبطوا من ثلاثة يقروا من هنا يقروا في فوسينا، ساير فينا ساير ما شفنا حتى شيء. الجماعة اللي تقاتلوا كان محونا نحن ما البلاصة فرد المرة خي نحن يمحونا من هنا ما يخلوناش باش نقعدوا عايشين في رعب هكا هو نبعدوا ما البلاصة خي ليش نقعدوا نحن بناويتنا خايفة وذرينا خايفة ونحن خايفين يمحونا ما البلاصة يرحلونا منهم خلينا نبعدوا فرد المرة بارك لك سمع الكرتوش خايفين الشايب طاح يرعش
حصل لما قال لي مدير المال ويتلمسك ويتلمس والدنيا ظلمه خايفين اصلا في حال اصلا في رعب يا رسول الله قال ربي هو اللي يعلم بينا هاك شوفي في هنا وهنيه ما عناش حتى شيء شوفوا كون نقول حليل يا رب شوفوا كرم نقول حليل يعني وذا خايفين وذا ترعد وذا حتى حليل شوفوا كرم نقول لاخرك اخر جيبوا لي الماكله يا ربي لان متنا بالشر يا ربي تعطيني باش تحن علينا يا رب الارهابيين وبابا وقال اعطونا حاجه نتعشى بها خي بابا خايف عنا ربع عياش قال لهم ما عنديش تنعطيكم حاجه اخرى تعشوا بها اعطيناهم نص قلب سميد هزوه ودخلوا الجبل هي تدخل علينا اصل في الديار ماشي يدخل هنا في حيز هو راس في الديار ماشي كتلو نص ما دام تبث العباد والراب وتبث الذري لا من يطلع لا يمشي القهوه لا من يمشي السوق لا من يتحرك مسكرين على ارواحنا من العشو الديار من الخوف الضو شاعل قبلتنا وشاعل ظهرتنا والكرطوش يعيط حذانا من هكا في الواد من هكا شيء يخوف نجوا للبهيم سرقوه قصوا الحبل بالسكين وسرقوه قصينا الجره نتاعته ونقعد دخلت الجبل وكنا نروح من احنا رانا بيت النوم ما يدينيش هجبل تشوفي الوذا شطروا شعلوه عملوا شعل فيه الجيش نحن حراب عزة خايفين من العوافي يا اخي نحن كي نشوفوا ارهابي باش يخرب الدوله نحن في ارواحنا نخافوا على ارواحنا يهبطوا علينا يقتلونا ويعملوا فينا الطرحات تنخلوهم يعيشوا نشوفوهم ونسكتوا عليهم حديث هذا في عهد الزين قبل كنا نبيتوا في الجبال نبيتوا في الجبال نعملوا في الكرود ونعملوا في المردومه ونسرحوا بياتها في الجبل بالغنم وما نخافوش من الوقت الهربيه انت والله يا مراه كيف كي لا تنجم تدخل الغابه نخلوها تبعد الدار تحطب ولا تمشي نقولوا لا رغم ما يحطوا عليها ولا كذا باش عملنا ليكم يا تونس حل عينيك يا ولادي هزونا شوي